لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انتاب الوسط الفني المغربي حالة من الحزن مؤخرا عقب رحيل الفنان محمد الغاوي، والذي حرص قطاع كبير من الفنانين على نهيه، أبرزهم المطرب سعد المجرد، والذي نعاه عبر حسابه على موقع انستغرام بنشر صورته والتعليق عليها بكتابة: رحم الله حبيب الأستاذ الكبير محمد الغاوي، اللهم اغفر له ويسر حسابه ونور قبره واجعل مسؤوله واه الجنة يا حليم بعبادك يا أرحم الراحمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أفادت التقارير المغربية حول سبب وفاته أنها ترجع لأزمة صحية ألمت به مؤخرا، واستدعت دخوله المستشفى لمدة شهر مكث فيها على أمل الشفاء، إلى أنه توفي خلال الساعات الماضية تاركا وراءه أعمالا فنية اشتهرت باسمه، من أبرز أغانيه حلوت العشرة، عيش عيش يا بلادي، وغيرها من الأغاني، مما جعل الكثيرين يصفوه خلال نعيه بالأستاذ لما كان له من جماهيرية كبيرة في المغرب. رحل عن عمر 67 سنة بعد معاناة مع المرض. هو من مواليد مدينة سيلة عام 1956. بدأ مساره الفني في سن مبكرة، وأغنى الخزينة الفنية المغربية بعشرات الأعمال الطربية والوطنية الناجحة. شارك الغاوي في مسابقة أضواء المدينة والتي نظمتها الإذاعة الوطنية، انضم إلى فرقة الجيل الصاعد عن سن 7، ثم التحق ببرنامج مواهب التي كان يشرف عليها الفنان عبد الناب الجيراري، وأمضى الغاوي في ذلك البرنامج 10 سنوات، جاور فيها عدة فنانين شكلوا الجيل الجديد من الموسيقيين المغاربة مثل محمود الإدريسي والبشير عبده وليلى غفران وعز الدين منتصر ومحمد بالخياط. فاز محمد بجائزة أحسن صوت رجالي عن أغنية مضناك جفاه ومرقده للموسيقار محمد عبد الوهاب، وبالموازاة مع أدائه الغنائي عمل محمد الغاوي محافظا في استوديو برنامج مواهب المتخصص في اكتشاف المواهب الشابة، ثم مدرسا للتعليم الأولى فالإعدادي. كان الغاوي بصدد التحضير لتصوير برنامج تلفزيوني كان سيعرض على القناة الأولى المغربية، لكن لم يكتب لهذا العمل أن يخرج إلى النور. هذا الفيديو اللي غنعمل اليوم هو موجه للناس ديال الجاليه المغربيه خارج الوطن، طبعا في العالم كله. كنوجه لكم واحد التحيه تقدير واحترام، غنقول لكم علاش. انا كنمشي بزاف كنشتغل عندكم في اوروبا وكذا، فنعم الوطنيه علاش فيما كنمشيو شي حفله ما كاين غير الصور ديال صاحب الجلاله، ما كاين غير الرايه الوطنيه، ما كاين غير يعني حب الوطن، وهذه راه ماشي تملق، انا كنقول الحقيقه. لما كنمشيو للمساجد وخاصه يوم الجمعه نصليو، كتلقى المساجد حتى لهنا، والله ما مشيتي في الوقت لا لقيتي بلاصتك. وكاينه قضيه كتعمل الناس ديال اوروبا عارفينها، كتعمل الصلاه ديال الجمعه جوج المرات. هذا ان دل على شيء يدل على ان الناس متشبتين بدينهم، الناس كيعرفوا ما بينهم وبين الله. فالمغاربه احرار، ولما كتلقى اي مغربي والله ما يمكن يخليك الا ما عرضش عليك اما يقول لك لا تمشي عندي للدار ولا لا تمشي يعني تشرب معايا قهوه. فاي واحد ما عندوش الحق انه يتطاول على المغاربه،
لأن المغاربة شرفاء أحرار. أنا كنت واحد المرة صلاة الجمعة نهار اللي كانت ديك القضية ديال الجفاف، والإمام ديال المسجد وبالضبط في بلجيكا قال المغاربة الله يخليكم بغينا نتبرعوا لإخواننا المغاربة اللي في الأقاليم الجنوبية. والله العظيم إلى الفلوس كيتجمعوا في الجلايل هاكم هاكم الملايين. أنا قالوا لي واحد السيدة في الجناح ديال السيدات حيدات النبايل ديالها ديال الذهب وحطاتهم، علاش؟ لأنهم تيحبوا بلادهم وتيحبوا الوطن ديالهم. فحتى شي واحد ما عنده الحق أنه يتكلم في إخواننا المغاربة، وخاصة في هذه الظروف. هذه ظروف اللي خصنا نتضامنوا وخصنا نتحبوا. فأنا كنقول لكم من أعماق قلبي، وهذا ماشي تملق، أحبكم في الله. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. للأسف النهاردة معانا خبر محزن جدا عن الفنان المغربي محمد الغاوي اللي توفى في المستشفى العسكري في الرباط عن عمر يناهز 67 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض. تابعوا معنا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا كل التفاصيل. بس قبل ما نبدأ، من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس بكل الإشعارات، وصلي على سيدنا محمد في خانة التعليقات. اتوفى الفنان المغربي محمد الغاوي مساء يوم السبت بعد معاناة طويلة مع المرض، وأكد الفنان عبد العالي الغاوي في تصريحات صحفية خبر وفاة شقيقه اللي كان يركض في قسم العناية المركزة منذ أسابيع بعد ما تعرض لنزيف حاد في الدماغ. ويعد محمد الغاوي من مواليد مدينة سلا سنة 1956 من أبرز رواد الأغنية المغربية المعاصرة، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة. ومن وقت دخوله المجال الفني أغنى الخزينة الفنية المغربية بالعشرات من الأعمال الطربية والوطنية الناجحة. وكان محمد الغاوي بيحضر لتصوير برنامج تلفزيوني كان سيتم عرضه على القناة الأولى المغربية، لكن للأسف لم يكتب لهذا العمل أن يخرج إلى النور. وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي بعد الإعلان عن وفاته، ونعاه العديد من زملائه في الوسط الفني أمثال الممثل المغربي محمد الشوبي اللي قال في تدوينة ليه على موقع الفيسبوك: وصلني خبر رحيل الفنان محمد الغاوي كالصاعقة، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. وأضاف: عزاؤنا لأسرته وعائلته وأصدقائه وكل الفنانين والفنانات الذين عرفوه عن قرب بدوره. قال الفنان غافولي في تدوينة له: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على الفنان الكبير محمد الغاوي. وقال المخرج والممثل المغربي إدريس الروخ في تدوينة لي على الفيسبوك: رحم الله الفنان محمد الغاوي، اللهم اسكنه فسيح جناتك وأرزق عائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتفاعل المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي مع خبر وفاة محمد الغاوي، حيث قال في تدوينة على موقع فيسبوك: ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الفنان الراحل محمد الغاوي الذي بصم عالم الأغنية المغربية برصيد فني كبير من خلال أغاني استمتعنا بها جميعا، مثل العشق الكادي ورائعة عيشي عيشي يا بلادي وغيرها من الأغاني. وأضاف: بهذه المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد محمد الغاوي الصغيرة والكبيرة، وإلى العائلة الفنية الكبيرة، راجيا من العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وزويه الصبر والسلوان. رحم الله سي محمد الغاوي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأعلن الفنان سعد المجرد عبر حسابه في موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستغرام عن وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي عن عمر يناهز 67 سنة بالمستشفى العسكري لمدينة الرباط. ونشر سعد المجرد صورة للفنان الراحل وعلق عليها: رحم الله
حبيبي الأستاذ الكبير محمد الغاوي، اللهم اغفر له ويسر حسابه ونور قبره واجعل مثواه الجنة. يا حليم بعبادك يا أرحم الراحمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يذكر أن الفنان الراحل تعرض لأزمة، دخل على إسرها المستشفى وظل في غيبوبة لأكثر من شهر، وكان قبل وفاته. وأكد الفنان عبد العالي الغاوي قبل وفاة شقيقه محمد أنه كان يرقد في قسم العناية المركزة في المستشفى العسكري منذ أكثر من شهر نتيجة تعرضه لنزيف في المخ. وكان الراحل محمد الغاوي قد نقل في أواخر الشهر الماضي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط بعد تعرضه لنزيف داخلي في المخ، حيث أجرى الغاوي عملية جراحية دقيقة امتدت لحوالي 4 ساعات. يشار إلى أن آخر ظهور للفنان محمد الغاوي خلال جنازة المخرج الراحل محمد عاطفي رفقة كل من الإخوة رشيد وهشام الوالي، يملك أزيد من 80 أغنية وطنية وعاطفية اشتهر بها لدى الجمهور المغربي. يشار إلى أن محمد الغاوي خريج مدرسة مواهب، حيث احتضنه الفنان الراحل عبد النبي الجراري وانضم في صباه الباكر لفرقة أجيال وزاوج بين الغناء والمسرح قبل أن يعرف طريقه إلى الشهرة، بدءا من أدائه أغنية الغربة والعشق القيادي. وشارك الراحل في العديد من الملاحم ومن ضمنها ملحمة من 3 أجزاء كتبها الفنان محمد حسن الجندي وتم تقديمها في دار الأوبرا بالقاهرة، كما عرف بأدواره التمثيلية في مسلسلات راضية واليد في اليد وتستمر الحياة وأصوات المدينة. وكشف الفنان المغربي أن شقيقه كان فقيدا للوعي في العناية المركزة قبل وفاته، وأنه تمنى له تجاوز محنته المرضية والعودة إلى أسرته في أقرب وقت ممكن، وطلب من كافة المغاربة الدعاء له لاسترجاع عافيته، لكنه رحل عن عالمنا منذ قليل. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.